عصام؟ ازيك كارل؟ ازيك؟ في ايه؟ لا على حاجة، أنا بس كنت بتصل على أحمد ما كانش بيرد. هو موجود؟ لا أحمد نزل. طيب أوكي. هو أنت بتعيطي؟ لا. أنتوا اتخانقتوا صح؟ لا خالص. أنا السبب صح؟ ممكن أعرف هو قال لك إيه؟ عصام بص، الحاجات دي بيني وما بينه وانا مش هينفع اقولك عليها. اوكي كده الموضوع ملوش اي علاقه بيك خالص. عارف. طب انت قولي اللي كنت عايزه في ايه وانا اقوله. لا ولا حاجه، بس كنت مخنوق شويه، محتاج ان افضفض معاه في الكلام. بس خلاص مفيش مشكله، مش لما يجي هقوله ان انت عديت عليه وخليه يكلمك. لا بلاش بلاش تقولي له ان عديت عليه. انت عارفه ان الدنيا بايظه لوحدها، مش عايزين المواضيع تكبر اكتر من كده. انت ما تزعليش نفسك، مفيش حاجه تستاهل. بس هو ليه بلاش؟ انت فاهمه كويس. عن اذنك، عايزه حاجه؟ شكرا. مش خاطري ما تعيطيش. سلام. بديت عصام الكينج. لا عصام بيحب الكريم. كارول ما بتحبش تعمل عيد ميلادها خالص. انا اللي حاجز المكان، بقول لك الاونر صاحبي جدا ومتربي معايا، انا اللي عامل كل التجهيزات وكل الحاجات دي. استغفر الله العظيم. ينفع كده تسيبني وتنزل؟ خلاص انا اسفه بجد. على فكره انا مش زعلانه منك، عارف ليه؟ عشان انا كده اتاكدت انت بتحبني قوي، ولو عملت قد كده 100 مره برضه مش هتسيبني. خلاص بقى، انا بحبك ومليش في الدنيا دي غيرك. فكها. وانا كمان بحبك جدا جدا، وانت فاهمه ده كويس صح؟ بس اوقات يعني بتحصل حاجات كده بتنرفز الواحد صح؟ خلاص لو انت مش عايزني اروح الشغل من بكره مش هروح. مش للدرجه دي. انا عايز اقول لك على حاجه. ليش تتكلمي خالص؟ ممكن طب عامله لك حفله صغيره كده عشان تقولي هابي بيرثداي. فعلا؟ كنت فين؟ بقول لك كنت فين؟ ايه مش لاقي كلام تقوله؟ كنت عندها بتعمل ايه؟ كنت عند مين؟ عند كارل. ايه؟ لحقت وحشتك؟ بقول لك يا يسرا، انا دماغي وجعاني وانت شكلك اتهبلتي، فانا مش عارف اعمل معاكي ايه صراحه. انا عايز اعرف دلوقتي حالا. ها؟ انت كنت بتعمل ايه عندها وجوزها مش موجود؟ هو انت بتراقبيني؟ يا عصام انا براقبك، وعايز اعرف دلوقتي حالا انت كنت هناك بتعمل ايه؟ حاضر، وانا هجاوبك عشان انا مش عايزك تزعلي. انا كنت رايح لاحمد وهو ما ردش عليا في التليفون، فروحت فتحت لي كارول لقيت لي احمد مش موجود، بمنتهى الاحترام وانا واقف بره خدت بعضي ومشيت. فلو انت كنت بتراقبيني هتعرفي ان انا ما كملتش دقيقتين فوق. في حاجه تانية؟ يا سلام يا سلام على الصدف. يعني انت كنت بتكلم احمد في التليفون فكارول هي اللي ردت عليك،
ودلوقتي رحت لأحمد وهو مش موجود وكارول بس هي اللي في البيت. شوفي سبحان الله. قدر. القدر يا أسرة. القدر بيلعب لعبته معاكي مش أنا، فلو عايزة تلومي لومي القدر ما تلومنيش أنا.